انت ما ينفعش تلعب قدام فريق بالسرعات دي، بالقوه دي، بالمهارات دي، مع الموهبه دي اللي اسمها ابراهيم عادل. ورمضان صبحي بصراحه عمل واحده من بتوع رمضان زمان، وهنا بقى بص الفينش بتاع ابراهيم عادل. بصراحه رمضان كان عالمي يعني النهارده في الحته دي، ولو اني بقول ان انا بس ينقص رمضان في الحته بتاعه دور صناعه اللعب دي، ان رمضان يبقى مميز في التسديد، لان هو شماله وحشه جدا. بس بقى بالمره بما ان الكلام على ابراهيم عادل، ابراهيم عادل ده كريم ما ينفعش يقعد في مصر اكتر من شهرين ثلاثه كمان كفايه. بص داخل عليك كام واحد ما بيفرقش معاه خالص، بص ما بيلعبش بشماله وبيلعب بيمينه، وش رجله خارجي، موهبه مش طبيعيه، الرؤيه والقوه والدقه، ما بيعتمدش اي حد. ابراهيم عادل ما بيعتمدش اي حد، بيدخل عليه بيرقصه بيفرقش معاه، بيستلم في حتت غريبه جدا واستلمات غريبه جدا. بص الكره دي برده في الدقيقه 46 هي ما كملتش معاه، بس انا عاوز اوريك. بص الاوفر صعب جدا وعالي جدا، بص الراجل يعمل ايه، كنترول وقام دخل وقام رقص الاولاني، ولكن طولت منه شويه حسام عبد المجيد طلعها. مش ممكن انك تعمل كنترول في الزحمه دي بالطريقه دي، موهبه خرافيه موجوده عند مصر مش عند بيراميدز بس. يا رب ما اشوفش ابراهيم عادل في مصر بعد شهر واحد. بص الكوره دي برده يا كريم، هنا اول ما الكوره تروح لفيستون مايلي، الراجل عمره ما كان اناني رغم ان عنده مهاره، لعب الباص بيمينه ما لعبوش بشماله. عارفه كريم لعب الباص بيمينه ليه؟ لو لعب باص بشماله السويرف بتاع الكوره او لفه الكوره هيتعمل عليها بلوك، فهو لما لعب الباص بيمينه السويرف كان العكس، فالكره قدرت تروح لصديق جوله، ودي الكوره اللي جه منها ضربه الجزاء اللي اتحسبت على نادي الزمالك واللي ضيعها رمضان صبحي. فقدام نادي بيراميدز ان انت تكسل ترجع هتتعاقب قدام موهبه زي ابراهيم عادل، وهو ده اللي حصل في الهدف الاولاني. انا قلت طلدم فيها ابراهيم عادل عشان نلحق اليوم، مليان حاجات كتير.